جبت كام في الثانويه العامه؟ 65. 65 ده بطل كده. ساعات بنخلع ونروح ناكل الحاجات دي يعني. بمناسبه نتيجه الثانويه العامه نزلنا شارع النهارده عشان نسمع حكاوي المصريين مع ذكرياتهم كمان من اول ما بيسمعوا جمله نتيجه الثانويه العامه. يا ترى نتيجه الثانويه العامه بالنسبه لهم كانت حكايه حلوه ولا لا؟ تعالوا نشوف. مش مهم نجيب مجموعة عالية في الثانوية العامة، المهم عاد ما في ناس قاعدة في بيوت، أهم حاجة ندور على لقمة عيش حلال. مش المجموع اللي هيشتغل، في حاجات تانية ممكن بقى يشتغل على نفسه، ممكن ياخد كورسات، ممكن يدرب نفسه في حاجات كتيرة جدا يقدر يتأهل بيها لسوق عمل بره. أنا كنت جايب 96.5 في الثانوية العامة وأربع سنين جيد جدا في كلية إعلام. أنا شغال عامل توصيل. على فكرة أنا مش فاكر أي حاجة خالص في الثانوية العامة. مجموعك بقى 60%، 50%، 100%. في ناس طبعا بيبقى اللي حلمه يطلع ضابط، اللي حلمه يطلع دكتور، ربنا بيكرمه. تمشي على اللاين بتاعك اللي هو اللي انت حابه، تاخد كورسات فيه، تقوي نفسك في الحاجه اللي انت بتحبها، لان ممكن اللي انت درسته كله ما تكونش اصلا انت حابب او مش هتلاقي فرصه شغل اللي انت درسته. ومجرد ارجع كل الشباب اللي هم يشتغلوا لمصالحهم، ويا رب يحصل لنا فخور وان شاء الله الدنيا حلوه منهم. بعد ما سمعنا كلام المصريين عن نتيجه الثانويه العامه، الحقيقه ان كلهم اجمعوا على حاجه واحده بس، هل انت هتشتغل بعد نتيجه الثانويه العامه ولا لا؟ ازاي هتعرف تجيب قرش بالحلال ولا لا؟ ده اللي احنا بنقوله لحضراتكم في التقرير ده. زي ما قلنا لحضراتكم انه مش شرط انك تكون جايب مجموع عالي او جايب مجموع منخفض، انت هتعمل ايه بعد كده يوم ما تشتغل؟ هل هتشتغل ولا لا؟ اهم حاجه دايما اللي بيسعى عمره بيجيب صفر. شكرا.